ومشاهدينا ينضم إلينا مباشرة مراسل التغيير محمد فراس من بغداد. أهلا بك محمد، وكيف هي أجواء الاحتفالات لديك بعيد الجيش اليوم، وأين ستتركز؟ نعم، الجميع محتفل ومتضامن مع الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي. هذا الجيش الذي قدم عديد من التضحيات وكان له الدور الأبرز في دحر الإرهاب، وكان له الدور الأكبر في استتباب الأمن والاستقرار الأمني الذي يشهده العراقيون اليوم. العراقيون يحتفلون بفخر وينادون بأصواتهم بضرورة تعزيز هذه المؤسسة المهمة وتقويتها وتعزيز مكانتها محليا وعربيا ودوليا. أيضا هذا الجيش الذي احتل بحسب التصنيفات الأخيرة الرابع عربيا والخامس والأربعون عالميا. الرابع عالميا هذه المرتبة التي افتخر بها العراقيون ويتمنون أن تكون هنالك ارتفاع أكبر ووصول إلى مديات أعلى. وتعزيز هذه المؤسسة يعني تعزيز الأمن الداخلي، وتعزيز هذه المؤسسة يعني دعم الاستقرار الداخلي ودعم الأمن الذي يعيشه العراقيون منذ فترة، وكانت له انعكاسات إيجابية حتى على الواقع السياسي والاقتصادي في البلد. الشارع اليوم كما تحدثت متضامن مبتهج، وأيضا يعني الحركة طبيعية، لا توجد هنالك أي معوقات لسير المركبات ولا للحركة التجارية. لم تكن هنالك أي مشاكل في حركة المركبات. الاحتفال بدأ وانتهى دون أن يشعر المواطن بوجود أي إجراء أمني يعرقل حركة المرور أو حركة التجارية بشكل عام. يعني محمد، هل هناك أي المنطقة الخضراء فقط هي من أغلق و... نعم محمد، هل هناك أي قطع للطرق اليوم في العاصمة بغداد تزامن مع الاحتفال بعيد الجيش؟ نعم، فقط المنطقة الخضراء، مداخل المنطقة الخضراء أغلقت، وفقط من يحمل هوية المنطقة الخضراء مسموح له في الدخول إلى هذا المربع. ما عداه لا توجد هنالك أي قطوعات أمنية، لم تكن هنالك أي معرقلات كما تحدثت لحركة المركبات. الحركة طبيعية، الحركة التجارية، حركة المواطنين. وأيضا هو اليوم هي عطلة رسمية كما هو معتاد، السبت صادف السبت والسبت عطلة رسمية بطبيعة الحال، حتى أن لم تكن هنالك يعني زحم مروري ولم تكن هنالك أي شيء يعكر صفو العراقيين وفرحتهم وابتهاجهم بهذا اليوم. حتى أننا وجدنا أن بعض المرافق المنشآت الأهلية والقطاع الخاص يعني امتاز بالزينة وب يعني الاحتفال بهذا اليوم. أيضا كما تحدث العراقيون جميعهم محتفلون متضامنون بهذه الذكرى. نعم نعم، مراسل التغيير محمد فراس من بغداد، شكرا جزيلا لك.